إذاعة صوت الشعب من دمشق تقدم قراءات في خطاب القسم لسيد الرئيس بشار الأسد. الإشراف موسى عبد النور. الإعداد مضر مسعود. التقديم والحوار معن الجمعات. التنفيذ ميرفت العبدالله. قراءات في خطاب القسم إخراج محمد عنقا. الفساد آفة الآفات، بوجوده تنهار المجتمعات وتضرب منظومة الأخلاق، فلا تطور ولا تقدم بل تخلف وتراجع، ومعه يحارب أصحاب الكفاءات ويتصدر المتزلفون والأنانيون، وتصبح المسؤولية منصبا وامتيازا بدل أن تكون خدمة للمصلحة العامة. والفساد هذا المرض الخطير لا وصفة سحرية له، بل نحد منه من خلال بناء مجتمع أخلاقي تنظمه القوانين والتشريعات. ونحن في سوريا كغيرنا من البلدان نعاني من هذه الظاهرة الآفة التي بدأت تنخر في معظم مؤسسات الدولة، من الفساد الإداري إلى الفساد المالي إلى فساد القضاء. وهؤلاء الفاسدون لا يقلون خطرا عن الإرهابيين الذين يمارسون القتل ويحاربون الدولة، وهو ما عبر عنه السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم. انطلاقا مما سبق، يمكننا الحديث عن الفساد الذي يشكل التحدي الأكبر لأي مجتمع أو دولة. فالفساد المالي والإداري أساسه الفساد الأخلاقي، والإثنان ينتجان الفساد الأخطر، وهو الفساد الوطني الذي ينتج أشخاصاً يبيعون وطنهم ودماء أبنائه لمن يدفع أكثر. إن مكافحة الفساد بحاجة للسير على أكثر من محور بشكل متزامن. الضرب بيد من حديد على كل فاسد تثبت إدانته، وهذا صحيح وضروري، لكن عندما تضرب فاسد ربما ينتج المجتمع عشرات غيره أكثر حنكة ودهاء ممن سبقه ليحتال أكثر على القانون، فلا يكشف ولا يعاقب. عندها سيكون في هذه الحالة طبعا سيكون الزمن في مصلحة الفساد والفاسدين. فإذا كان الحساب يأتي في قمة هرم مكافحة الفساد، فهذا لا يعني بأنه لوحده كاف. في وسط هذا الهرم يأتي دور الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، والذي يتم على مراحل منذ سنوات، وهو موضوع واسع وتدريجي، وهو علم قائم بحد ذاته، ولا شك بأن الأزمة أخرت من السير في هذا المحور. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الحوار الجديد في سلسلة قراءات في خطاب القسم لسيد الرئيس بشار الأسد. وموضوع حلقة اليوم مكافحة الفساد والتحدي الأكبر.
يسعدنا أن تكون معنا في الاستوديو السيدة ماريا سعادة عضو مجلس الشعب. أهلا ومرحبا بكم سيدة ماريا. أهلا فيكم وشكرا يا مرحبا لاستضافتكم، وسلام لمستمعينا لإذاعة صوت الشعب. شكرا جزيلا. وسينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ فيصل عزوز عضو مجلس الشعب لنضع حقيقة يعني أهم النقاط التي يمكن أن نتناولها في هذا الموضوع وفي موضوع مكافحة الفساد، وهذا حقيقة التحدي. وكما جاء في المقدمة سيدة ماريا، هو الآفة الخطيرة التي تنخر في المجتمع. فإذا ما أردنا يعني أن نتحدث عن هذه الآفة وكيف يمكن أن تنمو حقيقة، يعني ما هو الذي يجعلها تنمو وبالتالي الحد ومعالجة هذه الآفة، ماذا يمكن أن نقول؟ أولا دعني أضع يعني مؤشرات أو نقاط أساسية للحديث عن الفساد أو أسباب الفساد. أولا لابد بهذا الإطار التحدث عن المواطنة أو الحديث عن مفهوم المواطنة الحقيقية. أيضا موضوع المنظومة الأخلاقية، المنظومة الأخلاقية في والمفاهيم في التربية. طبعا المشكلة التي تؤدي للفساد هو انهيار القيم الأخلاقية ومنظومة القيم والمفاهيم للمجتمعات، ولكن أيضا يعني المسؤولية على من بذلك، يعني يجب أيضا تحديد وتوزيع المسؤوليات. في حديثنا عن الإصلاح وكما تحدث السيد الرئيس، تحدث بالبدء بالهرم، يعني الإصلاح يبدأ من الهرم باتجاه الأسفل في حال كان إصلاح إداري، ولكن مع عملية البناء يجب البدء من القواعد إلى الأعلى أيضا بالأسس والتأسيس، وبالتالي في التربية وفي عملية تنشئة الأطفال، يعني من المدارس من العائلة لتعزيز منظومة القيم والمفاهيم الأخلاقية. تعرضنا بسوريا لأزمة لمدة 3 سنوات ولحرب على سوريا. في الأزمات دائما تهتز القيم. نحن أمام مرحلة من تحدي وخلل في منظومة القيم والمفاهيم، ليس فقط في سوريا، أعتقد في العالم بأسره. يعني الصراع والحرب اللي نشأت ضد سوريا كانت كشفت الكثير من الأقنعة، وبالتالي كشفت أيضا الكثير من المفاهيم. فنحن أمام حرب مفاهيم حقيقية، وبالتالي اليوم لاستعادة المجتمع، يعني نتيجة الخلل في المفاهيم والقيم يحدث خلل في المجتمعات، لكل مجموعة على انتماءات معينة، وبالتالي بيستشري الفساد. لإعادة أو لاستعادة المجتمع ولإعادة تشكيل بنية مجتمعية حقيقية، لابد من إعادة صياغة مجموعة نظم أو منظومة مفاهيم وأخلاقيات وقيم مجتمعية وإنسانية في الدولة. طبعا هون منجي لموضوع المواطنة. نعم، المواطنة هي عملية حقوق وواجبات. يعني أنا اليوم مواطن في سوريا، فإلي حقوق يجب أنه أخذها من الدولة، إذن الدولة مسؤولة تجاهي، وأيضا علي أيضا واجبات. يعني ما بقدر طالب بحقوقي إذا ما أديت كمان واجباتي، وبالتالي عملية تحديد الحقوق والواجبات بتعطيني شعوري بالانتماء للمكان، للأرض، للمنظومة الأخلاقية، للبنية المجتمعية، للنظام اللي أنا قاعدة فيه. حتى هنا يعني سيدة ماريا، ربما الواجبات تسبق الحقوق بالاثنين بالتساوي. نعم، الاثنين بالتساوي. ما بقدر حدا يحاسبني على واجباتي بدون ما حاسبه على حقوقي. أنا أفكر أنه أنا يعني علي واجب. أكيد، تماما. أكيد، مثل ما إلي حق. أكيد، تماما. ولذلك الواجب والحق هو هنا بتصير المعادلة متساوية. صحيح، عندما أما إذا أنا فكرت بس بحقي وبعدين أنا بساوي واجبي، فهذا نعم بالتوازي تماماً. بالتوازي، وأحيانا الحق هو واجب والواجب هو حق. تماما، يعني مفهومين ما بينفصلوا نهائيا. أنا لما بأدي دوري تجاه وطني
وتجاه مجتمعي فهو واجبي وحقي بنفس الوقت. تماماً. تماماً. هو حقي إني أنا بادر، حقي إني أتحمل مسؤولية، حقي إني أعطي بدون ما حدا يوقف بوجهي، وأيضاً واجب علي. نعم. تمام. وبالتالي اليوم حقي إني حاسب وقت حاسب. واجبي أن يكون اشتغل تحت القانون، وبالتالي لابد من وجود دولة القانون، لابد من وجود القانون بالمحاسبة. ضمن هالمفاهيم هاي بقدر بدي أرجع بس أكد على مفهوم المواطنة، لأنه قطعنا في نقطة. بالمواطنة في درجات، في درجات بإني أخذ حقي وأعطي واجب، هون بتنتهى هي مواطنة على مستوى شخصي فردي. في مواطنة جماعية إنه أنا مع المجموعة كمان في علي حقوق وواجبات ضمن مجموعة أو ضمن عمل أو ضمن مؤسسة، ولكن في مواطنة وطنية إنه أنا هون بقدم للصالح العام أكثر من مصلحتي الشخصية. لما بقدر بقدم يعني بحيد أو بزغر مصلحتي الشخصية أمام مصلحة الوطن ومصلحة الدولة العليا، فأنا هون بكون وصلت لأعلى درجات المواطنة. تمام. هون بدنا نسأل العدالة الاجتماعية بهالمرحلة هي بالذات، العدالة الاجتماعية أمام الكفاءات. حضرتك ذكرت بالمقدمة الكفاءات والإبداع، يعني أمام مفاهيم أخرى من امتيازات أو محسوبيات، وبالتالي ثقافة العدالة الاجتماعية أو العدالة بالمجتمع أيضا ضرورية كتير، لحتى ما أحس حالي أنا محيدة أو في ثقافة أخرى بامتيازات أخرى عم تحيدني كمبدعة، وبالتالي أنا ما بقدر بعطي. شعوري بعدم العطاء أو بإخصاء العطاء يلي أنا بقدر أقدمه لبلدي أو لهذا بيأثر كتير على على حقي وعلى واجبي. تماما. وبالتالي هون بيصير في عندك هجرة الكفاءات والإبداع. لما بتهاجر العقول بتختل أيضا منظومة القيم الاجتماعية، يعني لما ما بيكون في عندي عدالة اجتماعية بيصير في عندي خلل في منظومة القيم الاجتماعية، وبالتالي بيصير في عندي بيستشري الفساد، يعني بتكون بيئة حاضنة للفساد. تمام. لذلك كل مواطن هو من حقه يصوب الخطأ، ولكن بنفس الوقت يؤدي واجبه. يعني القانون يسري على الجميع، يجب أن يكون هناك قانون صارم واضح، مين ما بيطبق القانون مفروض أنه يكون في عندي محاسبة. هذا بالإطار العام المجتمعي. ولكن أنا إذا بدي، ما في شيء اسمه أنهي الفساد، ولكن في شيء اسمه حد من الفساد أكيد. طيب أنا لما بقدر بحد من الفساد بدي أشتغل على مستويين. المستوى الأول هو من الأعلى يعني من رأس الهرم للقاعدة، كما ذكرتي يعني في موضوع الإصلاح الإداري. صحيح. تمام. دائما هو القدوة. أنا لما بكون صاحبة شركة، لما بكون أنا بلتزم بمواعيدي، بلتزم بالعمل تبعيتي كأستاذة مدرسة. طيب خليني أنا جر يعني كنت حتى في البيت، حتى في البيت، في البيت أكيد. يعني خلينا نبدأ من البيت. أنا بدي أعطي أمثلة يعني. أنا درست في الجامعة 10 سنوات. تمام. أوكي. أنا لاحظت أنه الأستاذ الملتزم بوقته وبأدائه أمام طلابه كل الطلاب بتحترمه وكل الطلاب بتكون حاضرة. تمام. الأستاذ يلي مرة بيجي ومرة بيتأخر ومرة بيعطي نص الوقت وبيترك الباقي على هذا، كل الطلاب برا صاروا، صارت الأمور يعني تماما، وبالتالي هو القدوة. إذن أنا من رأس الهرم بقدر ببدأ من إصلاح، وبالتالي لأنه هي العملية عملية عم تنتقل بالإيحاء أيضا. يعني خلص لما بشوف في المثال تبعيتي أو قدوتي هو ملتزم، فأنا مضطرة أني ألتزم. وبالتالي القانون على الجميع. تمام. هون بيجي أنا على الإصلاح الإداري. بالإدارات لابد من إعادة هيكلة الإدارات والمؤسسات بطريقة، اليوم أصبح عندك في تطور بالعلوم الإدارية، وبالتالي بعملية التنمية، يعني التنمية ما بتقدر تمشي إلا ما صار في عندك تطور بالإدارات. يعني أنا قبل ما يكون أي مكان يعني أي شاغر في أي وظيفة لازم يكون في عندي توصيف لهذا الشاغر، وبالتالي اللي بده يكون على هذا الكرسي في له توصيف معين، سواء بكفاءاته أو بالمهام اللي بده ينجزها،
وبالتالي لازم أني حاسب يلي بده يأثر بالمهام تبعيته. وهون بيجي عندك الإنجاز في العمل. تمام. مو بس بدي حاسب، بدي أعطي تحفيز وتشجيع. فلما بحفز وبشجع معناتها بيحس هذا الشخص أنه الشيء اللي أداه ويلي هو واجبه بالعمل، ولكن واجبه أتمه صح، فأنا بحفزه لحتى يرجع يأدي صح أكتر. وبالتالي لابد أني أعطي شيء اسمه تحفيز أو تشجيع. هذا على المستوى الإداري. اليوم أنا خليني أحكي على المستوى السياسي. يعني مش السياسي بقصد كعلوم أو مفاهيم سياسية، وإنما على مستوى المسؤوليات ومراكز القرار. نحن بالبرلمان، أولا البرلمان دوره هو وسيط ومفصل ما بين المجتمع وبين السلطة التنفيذية. نعم. اللي هي الحكومة. نعم. وزارات. وبالتالي لحتى أقدر أضبط العمل الوزاري صحيح، لابد أنه يكون أنا عندي المجتمع هو مصدر نقل للمعلومة. أنا بدي أخذ من المجتمع الإشكاليات، بدي وصلها كممثل عنه للحكومة، وبدي أرجع تابع عمل الحكومة لشوف إذا رجع وصل للمجتمع حالة الإصلاح أو الشيء اللي هو عم بيطالب فيه. يعني دور المحاسبة. دور المحاسبة. نعم. الرقيب والمحاسب. نعم. ولذلك في شيء اسمه مساءلة الوزراء. ولكن اليوم المساءلة هل بتصير بشكل اعتباطي ولا بدها تصير بشكل علمي؟ تماما. يعني بحثي. بيعتمد على بحث، جمع معلومات، وبالتالي هون عملية في ركائز. أكيد. نعم. في ركائز. تمام. سيدة ماريا، لكن اسمحي لي، يعني هون موضوع المحاسبة، كونه يعني انتقلنا لموضوع المحاسبة، ولكن في بعض النقاط اللي يعني حابين نرجع لها بموضوع منظومة الأخلاق ومفاهيم التربية وإعادة صياغة المفاهيم المجتمعية والإنسانية اللي تفضلتي وتحدثتي عنها. موضوع المحاسبة، يا هل ترى يعني بكل شفافية، وأكيد يعني نحن اليوم لا مجال إلا للشفافية. تماما. وإلا يعني إن لم نكن يعني نعيش هذه الحالة، حالة الشفافية، فربما ينطبق علينا حالة الفساد. أكيد. تماما. أكيد. مو ينطبق. هل يعني هل الفساد موجود. تمام. مع الأسف. هل تتم بالفعل المحاسبة؟ يعني هل تمت محاسبة أي وزير أو أي مسؤول في مجلس الشعب ضمن الركائز والأسس اللي أنت عم تتفضلي وتحكي عنها؟ اسمح لي، أنا كل عمري. نعم. واضحة وشفافة. تماما. ورح أبقى لأنه ثقة المجتمع فيني. أكيد. أو اللي انتخبني على الأقل، وبالتالي لازم أن يكون واضحة وشفافة. نعم. مع الأسف هون نحن عنا نقص في الأدوات. طيب. قد أنه يصدر عن وزير ما شيء معين، منشوف منحس انه في بعض الاشكاليات، في اداء خاطئ، في شيء، عما يطلع بعض الاعضاء فعلا بكل جرأة ووضوح بيقول انا بدي سائل الوزير فلاني انه شو ادى. طيب. اكيد هو معه حق، ولكن هل متوفرة الادوات يلي بيقدر يكون فيها عنده شيء بحثي؟ هل عنده فريق العمل بالبرلمان يلي بيقدر فعلا يقدم له وثائق معينة انه الوزير في خلل ما بهالنقطة الفلانية، او طلع قرار انعكس سلبا على المجتمع؟ هل في مركز دراسات عم يرجع يعمل هذا الشيء؟ هذا الكلام غير متوفر الحقيقة. وبالتالي انا اليوم عم مسائل الوزير، يمكن قد يكون انه انا فعلا بدي اضغط على الوزير بطريقة يعني تحت قبة البرلمان لحتى شوي أضبط العمل تبعيته، ولكن بدون أي، ممكن نقول بدون أي نتيجة، مو بدون أي نتيجة، بدون أي يعني شيء ملموس. تماما. بدون أي. تمام. فما عندي شيء ملموس لحتى أجي أقول أنا مسكت على الوزير الفلاني في الشغلة وهي والشغلة هي. طيب، وكيف ممكن يصير عندنا هذا الشيء؟ هل يكون في الأدوات هاي؟ كيف ممكن؟ هي هي بالهيكلية. بإعادة هيكلة مؤسسة مجلس الشعب. وبالتالي منرجع لعملية إعادة الهيكلة الإدارية والتنمية بنفس الوقت، لأنه أنا لما بدي نمي
يعني لما بدي طور هالمؤسسة لحتى تنتج صح، لحتى نعم. تكون رقيب صح، فأنا بدي أقوي الأدوات اللي موجودة فيها، أرجع عيد هيكلتها بحيث أنه يكون في عندي فعلا فرق العمل اللي عم تقدر تتواصل مع المجتمع صاحي، اللي عم تقدر تعمل قراءات أو استطلاع رأي، مراكز أبحاث عم تقدر ترفدني بشو عم يصير. يعني في عدة وسائل اليوم لأقدر أخذ منها معلومات لأقدر واجه الوزير فيها. مع الأسف أحيانا بنكون يعني فعليا في بعض الأمور اللي بتوصل لأعضاء مجلس الشعب عن بعض الوزراء، منقول مثلا فلان أثر بالشغلة الفلانية أو فلان أثر بالشغلة الفلانية وتطرح في المجلس تحت القبة، ولكن بكل بساطة الوزير أيضا كمان لديه الدوافع والحجج يلي بيقدر يغلق فيها كل الثغرات. طالما نحن ما عنا مستمسك بإيدنا والوزير قادر أنه يسكر هذا الشيء بحجج هذا، وبالتالي ما بيصير في عندك نظام محاسبة حقيقي. طيب بتجي بتقلي ما ندى على هالحالة مطولين نحن لحتى لا، لذلك اليوم عملية إنشاء أو يعني إصلاح الإداري، عملية وزارة الإصلاح وزارة التنمية الإدارية نعم. هي جزء كتير مهم اليوم بالمرحلة القادمة. لا عملية الفساد، يعني حتى إذا بنرجع للي سمعناه من اللي تفضل فيه سيادة الرئيس نعم. قال أنه حكى على عملية الإصلاح الإداري أنه ما بنقدر نعمل يعني ما بنقدر نحارب الفساد إلا بإصلاح إداري، إصلاح إداري تنموي للتطوير، يعني تحت مسار التطوير والتنمية لابد أن يكون في عندي إصلاح إداري وبالتالي نظام محاسبة. فلكل حدا في إله توصيف، في إله مهام، إذن عليه واجبات بده يؤديها، وبالتالي أنا بدي حاسبه على الشيء اللي لازم يؤديه، وبالنتيجة أيضا إله حقوق على كل المستويات الإدارية. أيضا هون مننوه كمان لنقطة أنه أعضاء مجلس الشعب أيضا خاضعين للمحاسبة والرقابة، وبالتالي مين المسؤول؟ المجتمع والشعب هو المسؤول، فوين آليات محاسبة عضو مجلس الشعب؟ نعم، نحن نحتاج أيضا لآليات للمحاسبة لأعضاء مجلس الشعب كمان. ما في آليات؟ لا، أنا اليوم إذا بيجي حدا بيجي بيقول لي أنت شو عملتي أو شو سويتي، طيب تعال أقلك، أنا بقول لك تعال عندي وتعال لي أنت شو عملتي. أنا من حقي اليوم أو من واجبي، مش بس من حقي، تمام. من حقي ومن واجبي أني أطلع كل فترة وبين أظهر أنا شو عملت كشخص، لأنه اللي انتخب ماريا سعادة بده يعرف ماريا سعادة شو عملت بالأخير، لأنه ما بصير أنا انتخبه وطنش بعدين إجي. طيب هذه الحالة كيف ممكن تتم يعني سيدة ماريا؟ وين بدك تطلع؟ يعني ممكن أنت تساوي لقاء جماهيري؟ ممكن تكون لقاء، طبعا ممكن تكون لقاء، ندوات، محاضرات، ممكن تكون فاتح بابك مكتبك، وبالتالي أنا اليوم عم بستقبل بمكتبي الخاص فرضا. هذا الكلام لازم يكون موجود في مبنى البرلمان. يعني لكل برلماني له مكتبه، ضمن برامج، ضمن برامج في البرلمان طبعا، سواء في البرلمان أو في المحافظة تبعيته أو في الحزب. يعني أنت اليوم لما في الحزب الذي ينتمي إليه طبيعي، يعني العمل الحزبي أيضا ضمن البرلمان هو عمل أساسي، هو كله يعني كله مكمل لبعضه. أكيد في النتيجة نعم. أكيد، فهذا الحزب يلي كان له ممثل في البرلمان، وبالتالي العلاقة فيه بتصير عن طريق الحزب نفسه نعم. يعني وتواصله مع المجتمع سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الحزب. لذلك في كتير أدوات اليوم للتواصل وللمحاسبة، والأهم أنه أنا اليوم لما بدي حاسب لازم أبحث فعلا إذا هذا الشخص، يعني لازم أعرف شو أدى، شو اللي كان عم يحكي فيه، وهل أدى صح ولا لا، قبل ما أحكي بأي أو قبل ما وجه أصبع الاتهام. نعم تماما. سيدة ماريا، يعني اسمحي لنا كمان ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ فيصل عزوز عضو مجلس الشعب. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الخير، أهلا بك وبضيفتك زميلتنا العزيزة أستاذة ماريا. شكرا لك أستاذ فيصل. طبعا نحن نتحدث اليوم في هذا الحوار وفي هذه الندوة عن آفة الفساد، هذا المرض الخطير والتحدي الأكبر حقيقة. يعني أود أن أسألك أستاذ فيصل، بالنسبة للتشريعات والقوانين وجدية تطبيق هذه التشريعات والقوانين،
في مكافحة ظاهرة الفساد، إلى أي مدى يمكن أن تساهم في الحد من ظاهرة الفساد، وليس يعني القضاء عليه كما قالت يعني قبل قليل السيدة ماريا، لا يمكن يعني إنهاءه بشكل كامل، إنما يمكن أن يعني نحد منه إلى أدنى الدرجات. فإلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التشريعات والقوانين، وبشكل تدريجي كما تشير لي الآن يعني سيدة ماريا، ممكن تصير عملية الحد بشكل تدريجي، فكيف ممكن يعني نوصل؟ تحية أولا أستاذة ماريا، بالأمس يعني نحن على مقعد واحد في مجلس الشعب اليوم. ألو، أي معك أنا سمعتك. يا عفوا، أنا آسف. لكن أنا أولا قبل أن أجيب على السؤال، في تعليق بسيط على ما طرحته الزميلة ماريا. يعني نحن في مجلس الشعب لدينا دستور، والدستور هو الناظم لعلاقاتنا كلياتنا في البلاد. عضو مجلس الشعب لا يمكن محاسبته، والزميلة تبحث عن آلية محاسبة أعضاء مجلس الشعب، والمحاسب لعضو مجلس الشعب هو ضميره حسب ما نص الدستور. وبالتالي عملية المحاسبة لعضو مجلس الشعب تأتي عبر العملية الديمقراطية اللي هي الانتخابات. حينما يكون عضو مجلس الشعب غير أهل أن يكون في المجلس، فتأتي الدورة الانتخابية القادمة هي ليحاسبوا مواطنو عما فعلوا وعما ارتكبوا. إلا إذا كانت هناك إذن في النتيجة أستاذ فيصل، إلا إذا كان جرما موطفا، فيمكن هذاك يعني في آلية، هناك آلية قضائية يرسل النائب العام إلى رئيس مجلس الشعب للمكتب، يمكن حجب الثقة مؤقتا عن عضو مجلس الشعب لمحاسبته إذا كان ارتكب جرما معينا. أما ما يتعلق عفوا أستاذ فيصل، يعني في النتيجة هناك محاسبة، يعني عندما قلت بأنه تأتي الدورة الانتخابية القادمة، وبالتالي بتبين النتيجة، يعني هيك نعم. إلا إذا كان كما قلت، نعم، لكن يعني إلا إذا كان هناك جرما يجب محاسبته ومساءلته، والقضاء والسلطة الأعلى في المجتمع التي يمكن أن تحاسب الجميع. لكن لا يجوز أيضا أن عضو مجلس الشعب الذي يمتلك حصانة، لأنه هذا انتخاب الشعب انتخبه تماما، لكن يعني هي عم تقول السيدة ماريا أنه من حق المواطن كمان يعرف أنت كعضو مجلس الشعب تماما، هذا أمر آخر شو اشتغلت. فبالتالي هي عملية متكاملة يعني بتعتبر هون. تسمح لي تفضل. من حق المواطن، وانا معك، ان يعرف طبعا انا اتحدث مجلس الشعب. اي اكيد انا انا اتحدث عن حق المواطن وواجب المواطن ايضا. يعني انا اكيد بتشكرك على رايك استاذ فيصل، ولكن انا بس بدي نوه لنقطه ايضا، معايير دوليه وعالميه اليوم في متابعة البرلمانات. الشعب دائما والمجتمع هو المراقب، هو المراقب لعمل ممثلي في البرلمان. فإذا كان على المستوى المستقل مثل حالتي فممكن يواجهني مباشرة، وإذا كان على مستوى الأحزاب فلابد من العودة والعمل على المستوى الحزبي، إنه هذا الشخص يلي مثلنا اليوم في الحزب هل يؤدي عمله صح ولا لا. هون الحزب بيحاسبه، يعني هون في محاسبات، ولكن مو معناتها منشيله من البرلمان، ولكن النتيجة بتكون إنه ما بيرجع ينتخب في المرة القادمة إلا إذا صوب العمل تبعه. ولكن لا يجوز أنه نغض نظر أنه نحن انتخبنا شخص وبعدين ما عدنا تابعنا هذا الشخص شو عم يشتغل في البرلمان، بالإضافة لإيجاد الأدوات لهذا الشخص. يعني اليوم ما بصير أنا أقول ما قدر يعمل هيك وليش ما قدر، أنا لازم أبحث أنه ليش ما قدر. في منظومة معينة بتحكم قدرة عضو مجلس الشعب أو البرلماني على أداء واجبه، يعني في أدوات إما موجودة أو ناقصة، في شيء بيحكم. نقطة أخيرة أستاذ فيصل، نقطة أخيرة، نحن البرلمان السوري هو عضو في الاتحاد البرلماني الدولي، وبالتالي كل شيء بيصدر عن الاتحاد البرلماني الدولي في العالم يلي هو يسري على جميع البرلمانات في العالم يسري على البرلمان السوري إذا أردنا ذلك. وبالتالي إذا أردنا إيه
تماماً. ولكن هو عضو وموقع، أوكي؟ وبالتالي وبالتالي في كتاب صادر عن الاتحاد بيحكي عن الديمقراطية في القرن 21، وبيحكي عن وسائل رقابة ومحاسبة الشعب لممثلون في البرلمان وآلياتها. وبالتالي نحن واجبنا كأعضاء مجلس الشعب أنه نشجع على إيجاد هاي الآليات إذا فعلا نحن عم نشتغل بضمير. أما يا إذا يا أستاذة ماريا، يا أستاذة، أنا لم يعني الحقيقة ما عرفت من خلال انتسابنا كأعضاء في البرلمان الدولي ماذا تقصدين بهذا الأمر. البرلمان انتسابنا أن نكون عضو في البرلمان الدولي لا يلغي نصوص دستورية موجودة عندنا. أكيد أكيد، النص الأول هو النص الدستوري. النص الدستوري. وثاني شيء اذا سمحتي إيه يا استاذ استاذ فيصل، نحن ما في مشكله بالحكي بيني وبينك، يعني انا ما عم بعرف انت ليش عم تعمل هيك مثل مواجهه. أنا هي فعليا ما في شيء. لا ما في مواجهه. انا اعترضت على امر انت تبحثين عن اليه محاسبه اعضاء مجلس الشعب. هذه الاليه غير منصوص عنها في الدستور الا اذا كان هناك امرا قضائيا. طيب. رسميا. اما تطلبين ان يكون هناك آلية هو من حق الشعب. المواطن يعني استاذ فيصل، السيدة ماريا انا احاول عفوا. نعم. بس لحتى انهي الموضوع بجملة، انا احاول ايجاد آلية حقيقية بالتواصل مع عضو مجلس الشعب لحتى يكون آخر. لحتى تمام. يكون تمام. يا استاذ لا 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 لا، هذا تماما ما تحدثت. آلية التواصل. لا 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 يا استاذ فيصل، خليني كفي جملتي رجاء. استاذ فيصل استاذ فيصل خليني كفي جملتي يا استاذ فيصل خليني كفي جملتي غير آلية المحاسبة. تمام. يا استاذ فيصل خليني كفي جملتي. عفوا سيدة ماريا. لا معلش، نحن لحتى نقول نحن بدنا نحاسب عضو مجلس الشعب، اذا انا لابد انه يكون في عندي آلية تواصل واضحة عم تابع فيها عمل مجلس الشعب، عمل عضو مجلس الشعب. وبالتالي الي حق اجي حاسبه مني لإله كمجتمع. لكن النتيجة ما فيني طلعه من البرلمان، النتيجة تماماً. اني ما برجع بنتخبه. وبالتالي كلامي انا واضح، متفقين على هاي النتيجة استاذ فيصل. آلية لمتابعة العمل. يلا بنرجع لموضوع التشريعات، تشريعات والقوانين. انا اؤكد على ضرورة انه لا رقابة على عضو مجلس الشعب سوى رقابة الضمير، وهذا نص دستوري يجب ان يكون مدرك. على كل هذا رأيك. هذا رأيك استاذ فيصل. ما رأيي يا استاذ. لطالما هناك رأي اخر. نحن مؤسسة تشريعية اللي بنكون حريصين اولا على الدستور. تماما. هذا نص دستوري، ما لا انا ولا ست ماريا قادرة ان نغيره الا على النص الدستوري. النص الدستوري ما قال للمجتمع انه ما بيصير تحاسب اللي مثلك بالبرلمان يا استاذ. ولا تابع. الله يرضى عليك. انت مانك برلمانية عادي. انت بتعرفي انه كيف الشعب بيحاسب عضو البرلمان؟ بيحاسبه انه بكره ما بينتخبه. طب هذا اللي عم نحكي. متفقين. لا ما حكيت. متفقين. طلبتي آليات. انت طلبتي آليات. طبعا آليات. لا ما بيجوز. طيب. لا استاذ فيصل. استاذ فيصل، استاذ فيصل يبدو صار سوء تفاهم ما بين اللي انا عم بقصده وعم بحكيه وبين بين اللي فهمته. انا باخذ على كل حال. على كل حال في وجود آليات اليوم بالبرلمانات الحديثه لمتابعه عمل اعضاء البرلمانات الدوليه. ولا رجاء البرلمان. نحن خلينا ننتقل للموضوع. يلا موضوعنا خلينا استاذ فيصل، موضوع التشريعات. التشريعات والقوانين. نعم. وجدية. نعم. تطبيقها حقيقة، يعني إلى أي حد ممكن أن تحد من ظاهرة الفساد؟ تماما. على كل هذا من واجب مجلس الشعب أن يوجد القوانين والآليات هنا تأتي عملية المحاسبة للحد من حالة الفساد التي يمكن أن زادت في الآونة الأخيرة. نعم. لكن الفساد وهو آفة كما وصفته الأستاذة ماريا، آفة قديمة ويعني ليست جديدة. لكن الفساد لا يتعلق فقط في موظف الدولة، ولا يتعلق فقط في بعض أركان الدولة. نعم. الفساد حالة اجتماعية قد ترتكب من مواطن عادي. وأنا مثلا يعني آتي بمثال، في هذه الظروف الصعبة وبهذه الأزمة التي تمر بها سوريا وبهذه الحرب الكونية التي تشن على سوريا، أنا أعتبر هذا التاجر اللي يستغل هذه الظروف لرفع الأسعار ورفع المواد واحتكارها من أكبر الفاسدين، أو من يسهل له عملية الاحتكار، أو من يحمي، كلهم هؤلاء فاسدون.
الفساد لنستطيع القضاء عليه يجب أن يكون هناك تشاركية جدية من كل فئات الشعب، أقول بالدرجة الأولى من فئات الشعب، ومعنية الدولة كسلطة تنفيذية بكل مؤسسات السلطة التنفيذية الرسمية بمحاسبة الفساد، وهناك هيئات الحقيقة هيئات رقابية متعددة، وأهم يعني حالة رقابية موجودة في المجتمع هي مجلس الشعب الذي أناط فيه الدستور كيف يراقب أداء الحكومة وكيف يراقب أداء المؤسسات وكيف يراقب مواقع ومفاصل المسؤولية. فنحن من واجبنا أيضا أن نشير إلى حالات الفساد اللي الحقيقة توسعت في الآونة الأخيرة، وهذا الأمر يجب أن يضبط بمشاريع قوانين وبقوانين. والحقيقة أيضا حتى الحكومة أرسلت لنا عدد من مشاريع القوانين لضبط مثل هذه الحالات، و أكثر من قانون رد إلى الحكومة لأنه شعرنا أنه غير كافي لضبط عملية الفساد، وردت أكثر من عدة قوانين ردت إلى الحكومة لإعادة صياغتها من جديد وإعادة طرحها ومناقشتها في مجلس الشعب. معنيون نحن في مجلس الشعب بالتأكيد، بالتأكيد نحن معنيون بالتشريعات اللازمة للإقلال أو لإلغاء أو لضبط عملية الإيقاع اليومي في دوائر ومؤسسات الدولة، لكن هذا الأمر يعني يحتاج إلى مساعدة. هناك من يقول أنه لنفرض أن عملية الراشي والمرتشي، هناك كثيرون لا يرضون أن يشيروا إلى من قدم الرشوة أو لمن رشى هو، أنه أخي أنا ما بدي، أنا أريد أن تمشي أموري وأن تمشي قضيتي بدون ما أن أشير مين اللي استلم مني المبلغ أو مين قبض المبلغ. نحن أنا أخاطبك من حلب مضطر أن وأتحدث باللغة الحلبية تماماً أو باللحظة الحلبية أخي إذا سمحت تماماً. فنحن هذا الذي يقبض منك أنت كمواطن هي عملية فساد يجب أن نشير إليها. نعم، عملية يعني متابعة شؤون الفساد ومحاربة الفساد أنا أعتبرها أحد هموم الوطن اليوم. تماماً، نحن مضطرين أن نتعامل معها بجدية ولكن بتشاركية الجميع، تماماً، بدءا من المؤسسة التشريعية إلى السلطة التنفيذية إلى حتى السلطة القضائية اللي أنا بعتبرها هي أهم من يمكن أن يعالج حالات الفساد. السلطة القضائية مناط فيها من حيث القرار القضائي كيف تحاسب الفاسدين. نعم، هذه السلطة القضائية. نعم، السلطة تماماً القضائية. تماماً، هي طبعاً إذا كانت يعني تمارس دورها الحقيقي. المفترض نحن يعني مو مضطرون، نحن بالحقيقة يعني لدينا مؤسسة قضائية أنا أشعر أنها مناص طبيعي لكل الناس، ووجود بعض الأخطاء أو بعض حالات البسيطة ممن يشار إليه لا تعني أن السلطة القضائية لا تحقق الشيء لازم يتحقق في المجتمع. أنا أقول ما زال قضائنا فيه كثير من الخير التي يمكن أن نعتمد عليها في محاسبة حالات الفساد وفي متابعة شأن الفساد، وجود بعض القضاة، وهناك باستمرار في مراجعة لوضع القضاء، وهناك متابعة من يعني كافة السلطات لأداء هذه المؤسسة الهامة للمواطن وللوطن. تمام، إذن يعني هناك بعض التشريعات والقوانين اللي وصلت كل مجلس الشعب أستاذ فيصل، وكما ذكرت يعني تمت إعادتها إلى السلطة التنفيذية لإعادة صياغتها من جديد أو صحيح. يعني نعم تعديل أو تعديل لإعادة صياغتها وتعديلها بما يؤمن أنه حالة تتوافق والدستور طبعا بالدرجة الأولى. لكن أحيانا بتكون العلة في التطبيق يا أستاذ فيصل، هذا هذا هذه مشكلة المشاكل عندنا في سوريا. طيب، أنه يوم اللي بيكون التطبيق أو صاحب القرار الأصغر من السلطة التفريعية وأصغر من القانون يوم اللي بياخذ بعض القرارات التي تخالف، وهذا هنا جاء دور مجلس الشعب كيف يراقب تنفيذ القانون. أنت عندك قانون يا وزير يا رئيس حكومي يا كذا، يوم يخالف هذا القانون على السلطة التشريعية نحن نستطيع أن نحاسب هنا. من يخالف الدستور من يخالف القانون في مجلس الشعب لديك السلطة لتسحب الثقة من وزير أو من وزارة أو من الحكومة كاملة. نعم، حينما نشعر أن هناك عدم تقيد بالقرار القانوني أو بالنص القانوني أو بالتشريع. نعم،
أشكرك. نعم، هي 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 الحقيقة، يعني موضوع التنفيذ واحد. نعم. أيضا هي حالة فساد، يعني يوم يخالف هذا المسؤول في موقعه، يوم يخالف القانون ويتجرأ على مخالفة القانون، هي حالة فساد بالتأكيد وبامتياز. نعم. أيضا. نعم. لأنه من يخالف القانون ومن يخالف الدستور هو فاسد. طيب، وكيف يمكن إذن أن نحد من هذا الأمر؟ يعني موضوع التطبيق والعلة في التطبيق، إذا نحن كان في عنا تشريعات يعني لا يوجد مثلها في العالم أستاذ فيصل، وآخر شيء وصلنا نتيجة أنه العلة في التطبيق، فكيف نحن ممكن يعني نخلص من هالشيء هذا سريعا أستاذ فيصل؟ نحن عارفين أنك بحلب. أشكرك. نعم. أشكرك. أنا يعني الحقيقة أحببت أن أشارك. نعم. زميلتي صاحبة الخبرة الجيدة في موضوع، وخاصة ما يتعلق، أنا لا أجاملها ونحن على الهواء لا أجاملها. شكراً شكراً. لكن لديها الخبرة في ما يتعلق. نعم. بالعلاقات الدولية. نعم. والبرامات الدولية، ونحن دائماً نستأنس برأيها، أنا على الأقل شخصياً أستأنس برأيها بهذا المجال. شكراً كثير. يعني هو جميل دائماً يكون في نعم يعني الرأي والرأي الآخر. لا لا، صدقني نحن. نعم. لا توجد مشكلة شخصية. أكيد 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 أستاذ فيصل، لأنه من زميلاتنا المحترمات. إذا كان في مشكلة شخصية بيكون في حالة فساد، معناته هون أستاذ فيصل. فيجب أن تكون العلاقة علاقة طيبة وحميمية بين جميع أعضاء مجلس الشعب. جوابا على سؤالك سريعا. نعم. لابد أن يكون هناك دور جاد وفاعل من مجلس الشعب بالدرجة الأولى باعتباري من هذه المؤسسة. نعم. بمراقبة أداء جميع مفاصل المواقع المسؤولية، حتى نتخلص قدر الإمكان ضمن ما يمكن أن يصل إلينا، والمواطن من خلال كما هنا يأتي الدور الذي تحدثت به الأستاذة ماريا. نعم. بضرورة اللقاءات والتواصل مع. أكيد. المواطنين، لأنه مهما أنا أتيت من خبرة، حينما آتي إلى مواطنيني وآتي إلى المنتخبين اللي انتخبوني أتعرض وأعرف تماما ما هي حالات التي يعاني منها الشعب. تماما. وفي مقدمتها موضوع الفساد. نعم. أشكرك شكر جزيلا الأستاذ فيصل عزوز عضو مجلس الشعب، كنت معنا من حلب أستاذ فيصل. شكرا لك وتحياتنا لأهلنا في حلب. شكرا جزيلا. تحياتي لكم. يا مرحبا سيدة. نعم. نعود لحديثنا مع السيدة ماريا. أهلا وسهلا. نعم. أي. بتسمح لي بس عقب على في بعض النقاط. نعم. طبعا تفضل. أولا بالنسبة للقوانين والتشريعات، أكيد تفضل الأستاذ فيصل بأنه مجلس الشعب هو المسؤول عن هذا الموضوع، وكان حريص جدا، وأنا مدركة تماما الدور الكبير يلي عم يقوم فيه واللي قام فيه مجلس الشعب في عملية التشريعات والقوانين. نعم. يعني ما فيني أقول إلا بحال، يعني الحقيقة إذا بدي أعطي علامة بقدر بعطي علامة ممتاز لدور العمل المجلس في هذا الموضوع. تماما. ولكن المشكلة عندي ليست في القوانين والتشريعات، المشكلة عندي في التعليمات التنفيذية يلي بتجي بعدين. وإذا منتابع اليوم المخارج. طبعا المخارج. المخارج والالتفافات. طبعا. نعم. أنا اللي بدي أقوله إنه اليوم يعني من يقوم بالفساد هو أكثر المطلعين على القانون والمخرج يلي بينفذ فيه من القانون. نعم. وبالتالي يمكن أحيانا يلي بيوضع القانون بيكون عارفان تماما وين المخرج تبعيته للفساد، مش اللي بيوضع القانون بقصد من البرلمانات أكيد، ولكن يلي فهمان المشرع واللي. نعم. بفهمان كيف يوضع القانون. نعم. هو عرفان تماما المأخذ منين بيخلي من ثغرة. وين بيخلي في ثغرة أو من وين بيقدر بيطلع، بغض النظر إذا شرع هو أو إذا هاي مشان يطلع منها أو إذا فهم، وإذا طلع منها الثغرة الصغيرة هاي الله أعلم لوين رح يوصل. وبالتالي عندي مشكلة ما بين القوانين والتشريعات وما بين التعليمات التنفيذية. نعم. اللي بتجي بعدين التطبيق. لأنه بالتطبيق بيقول إيه هاد هيك قال القانون، بهاد بيصير وهاد ما بيصير، فأنا شو حط طيب بعدين. طيب هون دور مجلس الشعب هاي المطاطة يعني هون في مطاطة. هون مو دور مجلس الشعب. نعم. تعليمات تنفيذية بتصدر من السلطة التنفيذية. تمام. وبالتالي دور مجلس الشعب انه كمان يوصل يرجع يحاسب للتعليمات التنفيذية. نعم. بالمراقبة هون بتصير عن طريق مجالس، عن طريق المحافظة، المجالس الإدارة المحلية، عن طريق الجمعيات، هون بيجي لدور المنظمات غير الحكومية. أنا المجتمع وخاصة كل شيء اسمه جمعية أو مؤسسة هي جزء
من الهيكلية يلي بدها تحاسب. نعم. يلي بدها توصل للبرلمان، وبالتالي هي عملية يعني عملية مثل مسننات بدك تركبها على بعضها. ما بنقدر يكون دور مجلس الشعب لحاله بدون عمل المجتمع وبدون عمل السلطة التنفيذية. هو ثلاثية، لابد من إيجاد وسائل رقابية بين الأطراف كليات. لذلك محاسبة، يعني مش محاسبة، حتى مراقبة عضو مجلس الشعب. طيب هلأ طالما أنه أي شخص، أي شخص، يعني هيك حكى الأستاذ فيصل قبل شوي، أنه أي شخص ممكن يعني يقوم بهذه العملية، عملية الفساد، شو وين ما كان، يعني سواء كان وزير ولا كان ولا كان مدير عام ولا كان فساد إداري، لكن يعني ما ممكن يكون هذا الأمر موجود عند أعضاء مجلس الشعب؟ طبعا موجود. طيب طبعاً. فبالتالي مين اللي راح يحاسبه؟ لذلك عم أقول لك أنه اليوم كل واحد في مكانه يجب أنه يكون في رقابة عليه. نعم. فمين الرقيب على البرلماني، على عضو مجلس الشعب؟ حسب عمله، حسب دوره طبعا. نعم. هو المجتمع، الشريحة يلي انتخبته. فإذا كان جاي نتيجة حزبه فهون في المحاسبة، أو حتى في النتيجة، في العمل هي في الحزبي. النتيجة عملية شعبية يعني. حتى نعم عملية نعم شعبية نعم طبيعي. وبالتالي نعم العملية الشعبية، العملية الانتخابية، أنا بنتخب الشخص لأنه بلاقي فيه أدى شيء. فهو مثلا وصل على الإدارة، هاي عمل شيء إيجابي، رد ترفع، وصل شيء تاني، عم ينتخب هيك لحتى وصل للبرلمان. نعم. طيب بالبرلمان إذا ما أدى دوره، فأنا هون في عدة إشكاليات الحقيقة. في مثلا بعض الوزراء قد يحاسبوا على شيء هن مو قادرين انهم يأدوه، او يعني ما عندهم قد يكون الادوات يلي يقدروا يوصلوا لها. نفس الشيء عضو البرلمان، الادوات اذا ما كانت متاحه، يعني انا اليوم اذا في وزاره معينه في فساد، نعم، مو دائما الوزير قادر يضبط الفساد في هي الوزاره تبعيته، وبالتالي هو ما يا اما بده يشتغل رقيب على الموظفين، يا أما بده يقعد يشتغل بالشغل يلي هو مسؤول عنه. طيب مين اللي بيراقب عمل الموظفين؟ هو عملية المأسسة. عملية المأسسة أني أنا وصف، وهون بيجي قسم الـ HR يلي هي الموارد البشرية، يلي بتوصف عمل أي موظف وتشرف على أداء عمله، إما بتعطيه حوافز أنه أنجز كتير منيح بأسرع من الوقت، يعني أنا لازم وصف له عمله قديش بده وقت لحتى ينجزه. كل هالأمور هي عبارة عن نقاط. نعم. إذا ما بدنا نوصل لها، وبالتالي لا يمكن أني أضبط عملية الفساد. فأوكي أنا بجي بقول هذا الوزير مسؤول، ولكن مسؤول لما أنا بعلمه للوزير وبيضل مستشري هالفساد، ففي عندي مشكلة كبيرة. لذلك يعني الفساد هو بكل الدوائر الإدارية، سواء على مستوى الإدارات أو على مستوى أصحاب المسؤولية نفسهم، سواء كانوا في السلطة التشريعية أو سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو سواء كانوا في السلطة القضائية. طيب أنا إذا بدي أضبط الفساد في المجتمع، ما بقدر بضبطه أيضا في السلطات الأخرى؟ تماما. وبالتالي البرلمان هو جزء من السلطات، ولابد أنه يكون المجتمع واعي لدور مين عم يمثله في البرلمان. نعم. وشو عم يقدر يعمل. تماما. هناك يعني سيدة ماريا في سوريا، هناك عدة مؤسسات وهيئات يعني معنية بهذا الموضوع وتحارب هذه الظاهرة، ظاهرة الفساد، منها مثلا الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. صحيح. أو الجهاز المركزي للرقابة المالية. طيب بالرغم من هذه وجود هذه الهيئات وهذه الأجهزة، فأحيانا أو في كثير من الأحيان، في بعض الحالات، في بعض المواقع، نجد أنها يعني لا تقوم بهذا الدور، أو لا رادع حقيقي هناك لبعض الجهات التي تقوم بهذه العملية وظاهرة الفساد. فهل ناقشتم دور هذه الهيئات والمؤسسات في مجلس الشعب؟ بالحقيقة اليوم أنا بعتقد أنه دور وزارة التنمية الإدارية نعم لازم يكون جزء منا ضبط هالعملية هي. يعني توصيف دور الوزارات والمؤسسات، وكيف طريقة التوصيف الشواغر الوظيفية أو الوظائف نفسها، يعني هذا الكلام، حتى عملية الرقابة بكل المؤسسات والوزارات هي موجودة. ومبارح طلع السيد الرئيس مرسوم تشريعي
بيحكي فيه عن شو مسؤوليات هي الوزارة، وبالتالي جزء من مسؤوليات هي الوزارة هو عمليات الرقابة، وأيضا عملية تطوير، يعني في نقطة كتير مهمة كمان اليوم، عملية تطوير المهارات والكفاءات. تمام. اليوم لما بقول لشخص أنت مفروض عليك 1 2 3، بس بدي أتأكد أنه هالمهارات وكفاءاته بتأدي هذا الكلام، فاليوم في عندك عمل كيف تجهيز موضوع التأهيل والتدريب. نعم. أيضا يعني هذا جزء كتير مهم اليوم، التوعية بهذا الموضوع، وبالتالي لازم يكون في عندك دولة القانون. نعم. لأنه القانون هو اللي بده يحكم الجميع. نعم. بدي أحكي عن نقطة، نحن حكينا كثير عن الفساد الإداري والفساد الموجود وكيف بدي أبدأ برأس الهرم، ولكن بدي عملية أيضا الإصلاح أيضا تبدأ من القاعدة ببناء المجتمع. نعم. أو ببناء الطفولة. نعم. فبدي أبدأ مع فيهم سوا اثنيناتهم، ما بقدر أشتغل على الفساد فقط من الأعلى بدون ما أسس في المدارس في العائلة، وبالتالي عمليات التوعية، دور الأسرة، دور الأم، دور المدرسة في بالتأسيس لجيل يحمل منظومة وقيم أخلاقية جديدة، خاصة في هذه الظروف، وخاصة بهي الظروف. أنا هون التركيز يجب أن يكون كبير جدا على هي القاعدة. الحقيقة لما يعني نحن نحتاج إلى إذن إعادة إلى إعادة دراسة المناهج من جديد سيدة مريم. ما عم بحكي بالمناهج التعليمية، إذا كنا نتحدث عن دور وزارة التربية، دور وزارة التربية مو بالمناهج الجديدة التعليمية. نعم. ولكن يجب أن يوجد يعني بإعطائنا فرضا للمنهج ترسيخ بعض الثقافات. نعم. ثقافة قبول الآخر، أنه لما هذا عطى رأي بشيء الطالب الثاني بيقبل رأيه وممكن يعطي رأي ثاني، يعني من خلال العمل الجماعي لازم رسخ ثقافة العمل الجماعي، ثقافة قبول الآخر، ثقافة الأخلاق، احترام الأخلاق. نعم. العدالة، يعني أنا اليوم لما بكون عادلة بصفي لازم طلاب يطلعوا عادلين بالأخير، ما فيني يميز بين طالب والتاني، القدوة تماما. نعم. يعني المنظومة الأخلاقية بتبدأ من البيت. نعم. بطريقة التعامل، المحاسبة بالصف أيضا، لا مو اللي بيغلط بيدرسه بالجواب، ولكن اللي بيغلط بينقص علامة. ولكن أنت هون ذكرتيني بشغلي في بعض المدارس، يعني أيام زمان ما بعرف إذا كانت موجودة هاي الحالة أم لا، يعني موضوع العقوبة للي بيغلط، منشوف بعض المدرسين أو المعلمين بيعاقبوا الصف بكامله، فهون هاي العملية يعني طبعا هون في تأهيل للمدرسين. نعم. يعني بيكون واحد غلط بالصف بيتحمل الكل، فبيتحمل الكل طبعا في يعني، فهون هذا يعني شو اذا بدنا شو بدنا نسميه هون، مع الأسف في شيء كنا نمشي فيه بالزمن. نعم. ونحن يعني أنا واحدة من الطلاب يلي خضعوا لهيك شيء، وأنا كنت شوي متمردة، ما كنت أرفض. نعم. أرفض أني أتحمل عقوبة أنا ما كنت وزني بفيها تماما. يعني من صغري مشاكسة بالحق. نعم. أكيد. تمام. بالحق، لأنه يمكن يلي كمان بيعرف شو معنات الحق والعدالة بيصير أكثر المدافعين عنه. فبعتقد يعني نحن بحالة إصلاح حتى لأدائنا مع أطفالنا، عملية أنه نحن نشير إلى المخطئ. طبيعي. نعم. يعني أنا أشير للمخطئ عملية بدون ما حمله الذنب. تمام. تبعيته، يعني هون العملية صحية. صحيح. يعني أنه أما إذا أنا عاقبت الصف بالكامل ما طيب، أنا أنا اليوم لما بجي بدي حاسب المخطئ فرضا، أحد الأطفال قال كلمة بجوز لا تليق، إذا رديت عليها بنبرة كمان عالية وبتصغيره قدام رفقاته، فأنا أخطأت كمان بحقه. تماما. وبالتالي بتشكل عنده نقمة، يعني صار ما عاد هو بده يرد علي، إما بده يخاف مني أو بده يتمرد علي، وقعنا بمشكلة، وقعنا بمشكلة أخرى. نعم. فعملية الرد أيضا هي فيها جزء من المنظومة الأخلاقية. وبالتالي أنا ضمن تهذيب معين، ضمن احترام وجوده بالصف، ممكن شير للخطأ وعملية إصلاح الخطأ. نعم. بدون ما وجه أصبع الاتهام للطفل نفسه، فعملية ضبط المنظومة الأخلاقية أيضا ضرورية. نعم. وبعتقد هي جزء كتير مهم من المرحلة القادمة أيضا للشغل عليها على مستوى المؤسسات. نعم. هذا بالنسبة لموضوع الإصلاح الإداري تماما.
وكما ذكرتي منذ بداية هذا الحوار وهذه الندوة، عملية الإصلاح ممكن أن تبدأ من الهرم وممكن أن تبدأ من القواعد، من عمليتين متلازمتين. نعم، كما في الحقوق والواجبات. أي تماما، ما فيني أبدأ بوحدة وأترك الثانية، الاثنين سوا. نعم، أشكرك شكر جزيل السيدة ماريا سعادة عضو مجلس الشعب. وقبل الختام نعود ونستمع إلى ما جاء في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد في موضوع مكافحة الفساد. انطلاقا مما سبق، يمكننا الحديث عن الفساد الذي يشكل التحدي الأكبر لأي مجتمع أو دولة. فالفساد المالي والإداري أساسه الفساد الأخلاقي، والاثنان ينتجان الفساد الأخطر، وهو الفساد الوطني الذي ينتج أشخاصا يبيعون وطنهم ودماء أبنائه لمن يدفع أكثر. إن مكافحة الفساد بحاجة للسير على أكثر من محور بشكل متزامن. الضرب بيد من حديد على كل فاسد تثبت إدانته، وهذا صحيح وضروري، لكن عندما تضرب فاسد ربما ينتج المجتمع عشرات غيره أكثر حنكة ودهاء ممن سبقه ليحتال أكثر على القانون فلا يكشف ولا يعاقب. عندها سيكون في هذه الحالة طبعا سيكون الزمن في مصلحة الفساد والفاسدين. فإذا كان الحساب يأتي في قمة هرم مكافحة الفساد، فهذا لا يعني بأنه لوحده كاف. في وسط هذا الهرم يأتي دور الإصلاح الإداري في مؤسسات الدولة، والذي يتم على مراحل منذ سنوات، وهو موضوع واسع وتدريجي، وهو علم قائم بحد ذاته. ولا شك بأن الأزمة أخرت من السير في هذا المحور. السيدات والسادة، في ختام هذا الحوار وفي هذه الندوة في سلسلة قراءات في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد، نتوجه بالشكر الجزيل للسيدة ماريا سعادة عضو مجلس الشعب، كنت معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا على حضورك سيدة ماريا. شكرا كثير لألكم. وأيضا الشكر للأستاذ فيصل عزوز عضو مجلس الشعب، كان معنا عبر الهاتف من حلب الشهباء. قراءات في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد. الإشراف موسى عبد النور. الإعداد مضر مسعود. التقديم والحوار معنا الجمعات. التنفيذ ميرفت العبدالله. الإخراج محمد عنقا.